حبيت نشارككم في اللايف هذية باش نتحدثوا حول الثلاثة أسرار التي هي مبادئ كونية والتي من خلالها نستطيع أن نصنع الواقع الذي نريد، كي تطلع على الوسائل التي بها تستطيع أنك تغير تركيزك، تستطيع أن يكون لك من التركيز نحو ما يقع في العالم، لكن يكون لك كذلك القدرة على التركيز على أشياء مهمة بالنسبة ليك، والأشياء هذه هي تتعلق بما تريد أن تحققه في حياتك. فلذلك أريد أن تكون ليك يعني مصادر مختلفة، مثل ما تطلع على ما يصير في الأنباء وما يقع، ومثل ما كذلك نتأثر بكل ما يقع، لكن يحبذا أن نسمح لأنفسنا كذلك بمجال وبوقت نقوي فيه مستوى الوعي الجماعي لدينا. عندما نحن نبحث عن شيء هذية لغرض شحن الذات وتطويرها، وهذا علاش انا ظهرت في اللايف هذية اليوم، لانه احنا في حاجه ان نعطيه اكثر، احنا في حاجه لان ننمو ولان نقويه مستوى الوعي لدينا. ولهذا السبب انا معك الليله، واستطيع قراءه محمد، اهلا محمد، اللي هو يقول: ما وقع في العالم هو دمغجه الشعوب العربيه. به نحن هنا اليوم لكي أشاركك في ثلاثة أسرار. هذه الثلاثة أسرار هي مثال، نجم تقول فلسفية، نجم تقول، لكن أنا نبسطها بطريقة أني يستطيع فهمها أيا كان. هالثلاثة أسرار هذه اللي أنت من خلالها تستطيع أنك تصنع ما تريد في الحياة، وتستطيع كذلك أنك توجه تركيزك مثل ما قلت، لأن توجيه تركيزك أمر ضروري خصوصا اليوم مع كل ما يقع على الصعيد العالمي ومع كل الأحداث اللي هي تجلب اهتمامك، لكن حذاري من الاهتمام المبالغ فيه، وحذاري كذلك من الطاقة السلبية المبالغ فيها، لأن كل ما أنت تصدر طاقة سلبية من خلال تألمك ومن خلال اهتمامك المبالغ فيه ومن خلال حزنك وكذا وغضبك كذلك، كل ما أنت تغذي أكثر سلبية في عالمنا. فلهذا السبب أن نشاركك في هذا المحتوى القيم جدا، ولهذا السبب أريد اهتمامك وأريد أن تمكث معنا في هذه الحصة. اللهم صل على النبي. دونك 173 أنتم توا حاضرين، وأنا سعيدة جدا بلقائكم، ولهذا السبب أن نعمل في الفيديوهات هذه، لهذا السبب أن نعمل في هاللايف هذوما، من أجل ما أن نستطيع أن نقوي مستوى الوعي الجماعي. اليوم سأشاركك في شيء لم أشارك فيه أحدا من قبل، والشيء هذا أنا نفسي يعني استلزم لي وقت من أجل ما أني فهمته وكذلك طبقته. أنت اليوم ليس فقط ستفهم هذه الأسرار اللي قسمنا فيها نيفيل جودارد، ونشرح لك شكون هو نيفيل جودارد، لكن كذلك ستستطيع من التمكن من تطبيقها في واقعك. باهي، دونك خليوني نقرا شويه لي كومونتير اللي توا قاعدين تحطوا فيهم. ربنا يوفقك. نحن شعب مستهلك الفيسبوك. باهي، محمد شعب جميل جدا، طالما انت معنا الليله، طالما انت معنا، وانت تعرف انه الهدف من الصفحه هذه سوسن بالعاج، الهدف منها هو تمرير معلومات قيمه، تمرير كذلك مبادئ فلسفيه، مبادئ باطنيه ايزوتيريك عميقه، ولكن بطريقة سلسة وبطريقة سهلة يتمكن الجميع من فهمها. هذا هو التحدي اللي ديما نرفعه على نفسي كل مرة أقول أني سأصور فيديو ولا سأصور لايف، كل مرة أشاركك في معلومة. هذا هو الهدف اللي نعطيه لنفسي، أني مبسط المعلومة لسبب أنك تستطيع ليس فقط فهمها لكن كذلك تطبيقها وجعلها واقع في حياتك. به اليوم قلت لك أني سأشاركك في ثلاثة أسرار كبرى لنيفيل جودارد. من هو نيفيل جودارد؟ نيفيل جودارد هو مؤلف أمريكي من أصل بربادوسي، هو مؤلف سخر حياته كاملة من أجل ما أنه يساعد الناس على الصحوة، إحداث الصحوة وإحداث النمو الروحاني، وهذا هو هدفنا أيضا من خلال مشاركتنا لبعضنا في هذه المعلومات القيمة. هذه
المعلومات هي هامة جدا وتغير حياتك عندما تستعملها الاستعمال الصح. به، عما تتحدث هذه المعلومات؟ احنا وقت اللي نقول كلمة أسرار يبدو لنا أن كلمة أسرار هي كلمة كبيرة، يعني أسرار تظهر وكأنه أمر غامض، يعني أمر يصعب فهمه، رغم أنه الحقيقة ماهيش هكا بالكل. يعني في الحقيقة هي ليست غامضة، بالعكس هي سهلة الفهم، وستتمكن يعني من رؤية هذا بمفردك. وكذلك عندما نتحدث عن تحقيق ما تريد، عندما نتحدث عن تحقيق غايتك والوصول إلى مرادك، فالعديد من الناس يعتقد أن هذا شيء صعب، وهذا شيء هو فقط يعني يحدث مع الأقلية لكن ليس للأغلبية، والمجتمع والعالم يروج على فكرة أنه لكي تصل إلى أهدافك ولكي تحقق حلمك هذا شيء صعب، وهذا شيء يتطلب جهد جبار. وليس الأمر كذلك، لأنه أنك تصل إلى تحقيق حلمك، وأنك تحقق أهدافك، وأنك تعيش الحياة التي تحلم أن تعيشها، هو حقك الأساسي في هذه الحياة. هل تسمعني؟ هو حقك الطبيعي في هذه الحياة، أنك في هذه الحياة تتمتع بالحياة كما أنت تريدها، تتمتع بالعيش الذي أنت ترغب فيه، لكن ليس بدون معرفة كيف. يعني العبرة هي في أنك تفهم وتطبق كيف تعيش الحياة التي أنت ترغب بها. فمثل ما قلت، هو حقك الطبيعي، واللي هو حق طبيعي، حق أساسي يقف على فهمك وتطبيقك لبعض المبادئ الكونية. لذلك اليوم سأشاركك في هذه المبادئ. أول شيء أريدك أن تعرفوا هو أن الفلسفة اللي هي يعني فلسفة نيفيل جودارد، هي تتمحور نوعا ما حول فكرة أنه إذا كان ما حدثش قبل كل شيء تغيير داخلي، فكل التغييرات اللي أنت تحاول تحدثها في العالم الخارجي هي تجارب عقيمة، تجارب لن توصلنا إلى أي شيء، لن توصلنا إلى أي نفع، ما دمنا ما أحدثناش أول شيء التغيير في باطننا. يعني التغيير الجذري هو تغيير يقع على مستوى الهوية، هو تغيير داخلي. عندما نحدث هذا التغيير الداخلي، عندها نستطيع رؤية التغيير الخارجي وليس قبل. وذلك علاش تقرأ على السبورة كل ما ننجزه، هذه هي كلمة نيفيل جودارد، كل ما ننجزه دون أن يكون مصحوب بتغيير في الوعي هو تعديل عقيم للمعطيات الخارجية. فأنت صديقي وأنت صديقتي، عندما تقومين بتغيير الأشياء وتحاول جهدا جاهدا بأنك تقوم بالعمل، ويمكن تتعب نفسك وترهق نفسك وتقول أي وأين هي النتائج، أين هي النتائج، طالما أنت لم تحدث تغيير على مستوى الوعي، طالما التغيير لم يكون جذري داخلي، فالتجارب في تغيير المعطيات خارج عنك ستكون لا جدوى لها ولا نفع. به، هذا هو اللي احنا في حاجة إلى فهمه قبل كل شيء. والآن أريد أن أقاسمك في 3 أسرار الصادقة التي أريد منك ليس فقط فهمها، لأن الفهم لا يحدث التغيير في حياتنا، لن يحدث تغيير فهم المعلومات في حياتنا، وإنما ما يحدث تغيير هو تطبيق المعلومات. فلذلك أريد أن أشاركك أولا في السر الأول، والسر الأول مثل ما ترى هو الشعور بأن الأمنية تحققت. هذا هو اللي علمه لنا نيفيل جودارد، الشعور بأن الأمنية تحققت. يعني عندما أنت يكون لديك طموح، عندما أنت تكون لديك رغبة، يكون لديك حلم وترنو إلى تحقيق ذلك الحلم، فأنت تبدأ من أول السلم وتقول أي كيف لي أن أحقق هذا، وتكون يعني في عدة الأحوال تكون في طاقة سلبية، طاقة منخفضة، وأنت تريد صعود ذلك السلم. يقول لك نيفيل جودارد،
ابدأ من النهاية، ابدأ من نهاية السلم، يعني اعمل من النهاية. ماذا يعني أنك تعمل من النهاية؟ تتخيل وتتصور، تغمض عينيك وتتصور أن هذا الهدف تحقق، تحققت الأمنية. محليه التصور هذا وقت اللي تغمض عينيك و تخبر نفسك أنه مرادك، أنه غايتك، هذا الشيء الذي أنت ترنو إليه. وأنا أقول لك لا تخجل بهدفك مهما كان هذا الهدف، مهما كان هذا الهدف. ستقول لي هدفك شنو هو؟ أني تكون عندك سيارة آخر موديل من عشرة سبور، ولا أنك تكون عندك أموال طائلة؟ مهما كان هدفك لا تخجل بهدفك. صارح نفسك وأقر بوجود ذلك الهدف، ثم أغمض عينيك واسمح لنفسك أنك ترتقي، تتصور نفسك وأنت تعيش في هذا الهدف، يعني تتصور وتشعر بأن الأمنية تحققت، ثم تعمل من هناك. يعني ليس تعمل بالعكس، ليس ترى نفسك على أنك صغير، ولا أنك كالنملة التي تحلم تنظر إلى الـ يعني النجمة في السماء وتحلم بالنجمة. لا ترى نفسك كنملة، ترى نفسك كنجمة تحلم بنجمة أخرى. هذا كيف ترى نفسك به؟ هذا ما معناه تعمل من النهاية. وأنت تعرف أنه العديد من الأشخاص كما لدي في مع يعني التدريب في الكوتشينج، العديد من الأشخاص يقولوا لي سوسن أجد نفسي باستمرار وأنا أعمل، وساعات حتى أصدر النتائج اللي أنا أحلم بها، أصل للأهداف اللي أريد أن أحققها، لكن سرعان ما أجد نفسي أرجع إلى النقطة صفر. لماذا؟ لأنه لابد من تغيير جذري في مستوى الهوية، في مستوى الوعي الباطني، هو اللي باش يسمح لك أنك تصبح واحد مع الهدف. وعندما تصبح واحد مع الهدف، عندما يمكنك أنك تغمض عينيك وترى أن هدفك تحقق، عندها أنت تستطيع أنك تحقق ذلك الهدف، ليس قبل هذا. به دونك اعطيوني دقيقة باش نجم نقرا لي كومونتير، نقرا لي كومونتير اللي قاعدين تحطوا فيهم. الاعتماد على النفس، محمد يقول أن نبدأ بتغيير دواخلنا وقناعاتنا ورؤيتنا لبعض الأمور وأن نتسلح بالمعرفة. تقول هندة، يعطيك الصحة يا هندة. أي مرام تقول قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برافو يا مرام، يا مرام برافو. ألوغ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي دونك هذا هو جميل جدا، جميل جدا أن أرى كل هذا التناغم، كل هذا التناغم مع ما أنا بصدد شرحه، وما أنا بصدد يعني أني أمر من معلومات، أرى هذا التناغم بيننا. هذا شيء جميل جدا ويفرحني كذلك. به ملا، فلنقدم. كيف نقدم؟ نقدم في المزيد من شرح الشعور بأن الأمنية تحققت. يظهر لي تفهمت المعلومة هذه، لكن إذا كان ما تفهمتش خليني نعطيك مثال. مثال امرأة خارقة للعادة، امرأة من الأشخاص الهايلين المتميزين اللي يشتغلوا معايا اون كوتشينج. المرأة هذه هي مدرسة، وهي قالت أني اختارت أني يعني ترتقي لنفسها منصب جديد، رأت أني جديرة بهذا المنصب الجديد، ورأت أني جديرة بالمنصب هذا واللي هو منصب أني تصبح مستشارة تربوية. فهي في المؤسسة العالمية اللي درس بها اللي كانت يعني فيها كمدرسة، قالت بديت في تغيير. التغيير هذا بدأ يظهر عليا كيفاه؟ قالت قررت أني من وين كنت ألبس يعني ملابس كاجوال، يعني جينز وجاكيت وهذا هو يعني لباس كل يوم، تي شيرت. قالت قررت أني أصبح الآن فقط أرتدي ملابس كلاسيكية، يعني دائما هكا تنورة وبلوزة، ملابس كلاسيكية.
قررت أن تغير مظهرها، وبدأت في تغيير المظهر، ليس فقط المظهر. قالت مرة استوقفتها مرأة تسألها، قالت لها شنو الأقسام اللي درس فيهم أسنان؟ قالت ما لقيتش الإجابة في ذهني، ما لقيتهاش الإجابة في ذهني، بديت نفكر شنو ما لماذا؟ قالت لأني حقيقة وليت نشعر أني أنا المستشارة التربوية، لم أعد أدرس بعد الآن، فأنا مستشارة تربوية. قالت من أجل أني صنعت الواقع هذا لنفسي، وجدت صعوبة في أني أجيبها بأني أدرس القسم كذا والقسم كذا. والحقيقة لم يمر أكثر من شهر واحد، ووقع تعيينها كمستشارة تربوية. فهذا ما يعني أنك تعمل من النهاية، أنك ترى نفسك اليوم في الهدف، ترى نفسك وأنت بصدد أنك تعيش في هذه الغاية، في هذا المراد الذي أنت تريد وتطمح أنك توصل له. ومن هناك توا كيف يلبس هذا الشخص، ترى ما هي الملابس التي يرتديها، كيف يتحدث هذا الشخص، كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يصنف شعره، كيف هو هذا الشخص. هذا هو ما عليك أن تصبح فعلا من أجل جذب هذا الواقع إليك وبطريقة سريعة. هذا هو السر الأول. السر الثاني الآن، والسر الثاني واللي هو لا يقل عن السر الأول في الأهمية، هو كما ترى هناك الحمية العقلية. ماذا أعني بالحمية العقلية؟ أعني حمية وهي نظام غذائي هكا، ولا النظام الغذائي يعني بالضبط كيف ما أنت تغذي جسمك، تغذيه من الأغذية يمكن المفيدة والأغذية الصحية، وهو كذلك يجيبك بالصحة و يجيبك يعني بكافة أنواع المظاهر اللي هي تثبت لك أنه جسد صحي، والعكس كذلك صحيح. عندما تغذي فكرك بمعلومات مثرية، بمعلومات مفيدة، تعطيه الغذاء المفيد، يعطيك هو كذلك الإفادة ويعطيك الإنارة ويعطيك الإبداع. لكن عندما تغذي فكرك بالقمامة، هو كذلك يعطي القمامة. فهذا هو اللي نقولوه garbage in garbage out. عندما أنت تكثر من التركيز المبالغ فيه على أشياء يمكن أنت لا تستطيع التحكم فيها، ترى في واقعك، يعني مثلا اطلع كل يوم على ما يحدث في العالم، كل يوم اطلع، لكن عندي فترة محددة اطلع فيها على الأخبار، لا أفعل هذا طوال اليوم، فقط أطلع على ما يحدث ومن مصادر أنا أثق بها زادة، مش من المصادر كلها، أطلع على ما يحدث في العالم، لأنه ضروري أنك تكون على معرفة بما يحدث في العالم، لكن أخبر نفسك وكذلك قيم نفسك، أين تضع انتباهك معظم الوقت؟ إذا أنت تضع انتباهك معظم الوقت في أشياء لا تتحكم فيها، فماذا تريد من عقلك أن يصنع؟ دائما أنت الذي تختار، أنت الذي تختار، تختار أن تضع عقلك في أشياء أنت لا تتحكم فيها بتاتا، مهما وجهت لها من انتباه فأنت لا تتحكم فيها ولا تستطيع تغييرها، أو تضع عقلك على أشياء التي هي تحت سيطرتك وتحت تحكمك. ماذا يعني نيفيل جودارد بهذا السر واللي هو سر الحمية العقلية؟ يعني أنك في حاجة إلى تركيز طاقتك نحو ما ترغب به. العديد من الأشخاص يقولوا لي أنا لا أرغب في الواقع هذا الذي أعيشه، لا أرغب في هذه الزوجة المتسلطة، ولا أرغب في هذا العمل الذي هو لا يجعلني أحس بالمعنى، ولا أرغب في هذه المداخيل اللي هي غير كافية. به أقول له في ماذا ترغب إذن؟ يقول لي لا أدري، لا أدري، فقط أعرف ما لا أرغب به. تعرف ما لا تريد؟ أنت في حاجة إلى أن تعرف ماذا تريد، ماذا تريد، ما هو هدفك، لأن عقلك هذه الآلة الجبارة، هذه الآلة العجيبة،
هالدماغ العجيب هذية، هو خلق ربي، هو مجعول من أجل ما أنه يساعدك على تحقيق ما تريد. ما تريد أنت في حاجة لأنك تأشر له، لأنك تقول له ماذا تريد من خلال تأكيداتك الإيجابية، من خلال تصورك لما تريد. مثل ما قلنا في المبدأ الأول، الشعور بأن الأمنية تحققت، وعندما تشعر بهذا وعندما تفكر في هذا مليا، عندما هذه تصبح هي الشيء الذي أنت تركز عليه. عندما يوجد هدف يكون التركيز على الهدف، وعندما لا يوجد هدف تكون التركيز على أشياء مشتتة. هي فقط تضيع وقتك وتضيع تركيزك وتضيع طاقتك، ولا تجدي ولا تنفع في شيء. هذا هو المبدأ أو السر الثاني. قم بالحمية العقلية، يعني عندما تحمي طاقتك أنت كذلك تحمي الأشخاص اللي هما دايرين حولك، لأن طاقتك دائما تؤثر في الأشخاص اللي هما حولك، عائلتك، أطفالك، مجتمعك، هذم كلهم يتأثروا بمستوى الطاقة اللي أنت موجود عليه. السر الثالث الآن، والذي أريد أن أشاركك فيه، وهو مهم جدا جدا، وهو الإيمان. شوف أنت وقت اللي مثلا تزرع شيء، أنا زرعت أزهار، تو عندي 3 أسابيع زرعت أزهار، بعد ما زرعتك الأزهار بديت نغذي فيها يعني بالمياه وبالسقي، هي وانتظر انتظر أن الأزهار هذيك تبدأ يعني تبدأ تظهر من الأرض، هي وانتظرت انتظرت، لكن ما مشيتش للتربة وابتديت أنبش. لو كان أنت تذهب إلى التربة وتنبش، فحينها ستكون العملية عقيمة، يعني لن تظهر الأزهار. أنت في حاجة فقط أنك تؤمن، ما كنت عملت اللي عليك، ما كنت زرعت هذه الغاية القيمة اللي هي فيها نفع ليك ونفع للعباد، نفع ليك ونفع كذلك للآخرين، ما كنت زرعتها، ما كنت جعلتها هالغاية هذه أمام عينيك وجعلتها كذلك في قلبك وفي مشاعرك، فخلاص استأمن الله بها وآمن، آمن أني ستظهر، آمن أني ستتحقق، آمن وأشعر أني تحققت به. لا تكون معناتها أنت هو السبب أنك تجهض العملية، تجهض العملية عندما تكون لديك الأهمية المفرطة، الأهمية المبالغ فيها، وأنت كل دقيقة تريد أن تتثبت، يا هل ترى نجحت العملية، يا هل ترى ابتدأت البوادر أم لم تبتدأ بعد. فقط تسلح بالإيمان، تسلح بالإيمان أن الأمنية فعلا ستتحقق، ولا تتعلق كثيرا بالنتائج، ركز فقط على ما أنت تقوم به. يعني كما إنسان قاعد يقود في دراجة، تخيل نفسك أنك تقود في دراجة، ترى أنت عندما يعني تكون في على البسكليت على الدراجة، إذا كانك مش تركز على الأرض وتركز على قدميك وكيف أنت ستدير قدميك أم ستقف عن الحركة، ماذا صار؟ ها؟ ستقع من الدراجة. فلذلك فقط آمن، آمن بأنك أنت تتحرك وأنت بصدد المضي قدما، أنت بصدد المضي قدما إلى الأمام وتحقيق غايتك وتحقيق ما تريد من خلال هذا الإيمان العميق اللي هو يعني أساسا أنت في حاجة أن يكون موجود داخلك. آمن كذلك أنه هذه رحلتك، فأنت تحرك الدراجة وتتحرك إلى الأمام ولا تدري أين هم الآخرين. لا تقول يعني لماذا أنا موجود في هذا المكان، أنت موجود في المكان هذاك لأنه هذه هي رحلتك، وأنت من المفترض أن تكون في ذلك المكان، من المفترض أنك تكون موجود أين أنت موجود الآن، هذا هو المفترض فيه. فلا تقول أنا اليوم عمري 30 سنة، من المفترض أني كنت متزوجة ولدي أطفال. لا، أنت هذيك هي رحلتك، هذيك هو مسارك، تقبل هذا المسار، والآن فقط فقط أشعر أن الأمنية تحققت. لا تقل أنا لماذا عمري 45 سنة وما زلت أتساءل عن مساري المهني، هذا
هذا هو رحلتك، هذه هي رحلتك، ومن يقول لك أنك اليوم في أحسن مكان اللي هو يجعلك تنمو نحو المرحلة الموالية؟ يعني هذا التحدي ولا هذا الشيء الذي أنت اليوم تعيش فيه؟ لا أعرف ما هو التحدي الذي أنت تواجهه اليوم. كلنا يواجه تحدي مهما كان، مهما كان الأشخاص التي يمكن أنت تنظر إليهم وتقول لا والله هذم الأشخاص يمكن هما موجودين يعني في مكان أفضل من المكان الذي أنت موجود فيه. ليس صحيح، ليس هذا صحيح. فقط احنا مغلبنا يظهر الاشياء المنمقه والاشياء الجميله، لكن انت لا تعرف شيئا عن رحله ذلك الشخص، لا تعرف شيئا عن رحله ذلك الشخص، فلذلك رحلتك هي رحلتك الشخصيه، فتقبلها واحتضنها واحبها، احبها لانه انت في المكان الذي من المفترض ان تكون به. وعندما تكون يعني على فهم وعلى تيقن من هذا، عندها يكون لديك إيمان صح، إيمان صح بأنك كذلك تقطع في رحلتك مثل ما قطعها بقية الخلق، يعني مثل ما قطعها بقية الأشخاص، كما العديد منا كلنا نقطع كل منا معنى رحلته اللي خاصة به، أنت كذلك تقطع في طريقك الخاص بك وتقطع في رحلتك هذه الرحلة الفريدة من نوعها. فقط احتضنها واعتنقها مثل ما هي، وتقبل أنك أنت موجود في مكان الذي يفترض أنك تكون موجود به، من أجل ما تتعلم الدرس، من أجل ما تتلقن الدرس، وهكذا تصبح الآن مستعد للمرور إلى المرحلة الموالية. هذه هي الأسرار الثلاثة اللي اليوم حبيت أشاركك فيها. خلوني نقرأ لي كومنتار شوية من غير ما نرجع لي كومنتار لقدم، يظهر لي غلبتوني شوية أصدقائي في لي كومنتار، غلبتوني شوية في التعاليق. به هند شيرني تقول نختار مصادر معارفنا. برافو يا هند. أنا مهنتي محامية وواقع مهنتي تجعلني ملتصقة بمشاكل المتقاضيين والانفصال عنهم من الأمور الصعبة، وكذلك يعني العديد من المهن يا زكية اللي هي تجعلنا في احتكاك وفي علاقة متواصلة مع الناس اللي هي لديها المشاكل ولديها الأمور اللي هي. ولهذا أنا أقول لك مهنتك هي يعني بريفيليج، هي جعلك الله أنك تكون موجودة في هالمكان هذا من أجل ما أنك تسمح للناس الأخرين بفهم المكان اللي هم موجودين فيه، وكذلك من أجل ما أنك تساعدهم على حل مشاكلهم. لكن يا هل ترى السؤال الذي نطرحه على أنفسنا هو دائما، يا هل ترى أحنا سنكون أنفع للناس يعني لغيرنا من خلال طاقة سلبية هابطة يعني نازلة، أو من خلال طاقة مرتفعة، طاقة تنورنا وكذلك تنور الناس الآخرين؟ يعني أنت لست في هذا المجال لكي تتقبلي الطاقة، لا، أنت هنا لكي تحمي نفسك. وأحسن طريقة، يظهر لي هذه فقط معناها تحتاج اللايف آخر، أحسن طريقة أنت تحمي بها طاقتك كمستشارة، كمحامية، ككوتش، كمدربة، يعني كأي شخص اللي هو، ولا كحتى يعني باش نقول يعني فرملية، ما قلتهاش بالعربية، فرملية تطلقوها انتما يعني، او طبيبة، اي انسان اللي هو موجه انه يساعد الناس الاخرين، دائما اسأل نفسك يا هل ترى الناس في حاجة اني اكون في طاقة منخفضة، او الناس في حاجة اني اكون في طاقة اعلى، من اجل ما اني الهمهم ومن اجل ما اني اساعدهم على ايجاد الحلول في حياتهم. هذا كيف تلهمين وأنت تحتفظين يعني تحافظين على نفسك وعلى طاقتك؟ كيف تحافظين على طاقتك عندما تدركين هذا، عندما تدركين أنك موجودة في هذا المجال من أجل ما أنك أول شيء تحافظين على طاقة مرتفعة؟ به يعطيكم الصحة الناس الكل. يقول عماد احذر أن تلعب دور الضحية والجلاد. يعطيكم الصحة، نشكركم الناس الكل، ونلتقي معاكم في لايف في حصة
إن شاء الله تكون قريبة ما تكونش بعيدة، لأني أقول أن مجال الوعي الجماعي هذا لابد من أن نفتحه ونوفره في العديد من الفرص وفي العديد من المرات، وكل مرة تتوفر لدي الفرصة لكي أشارككم في معلومات أنا س يعني آخذ الفرصة هذه من أجل أني أكون معكم. تصبحون على خير.